طيبة لكل متابعينا، اليوم راح نشرح على جزء مهم بالدوائر الإلكترونية ألا وهو المكثف. المكثف عبارة عن دائرة تخزن بها الشحنات الإلكترونية، يعني استخدامات واسعة. إذا نشوف هذا الكارت يعني ما يخلى مكان من مكثف، تلاحظون هاي المكثفات. فإذا المكثف فوائده كل شيء هواية، من ضمنها تنعيم، من ضمنها يستخدم ما بعد القنطرة لتنعيم الإشارات الكهربائية خصوصا الدي سي، نوعيات الترددات الراديوية أيضا يستخدم دائما بالفلترة بعد التقويم. هنا اكو عدة انواع بالنسبة للمكثفات. اكو مكثفات تستخدم بالدي سي، يعني تلقاها بها قطبية او بدون قطبية، مثل هذه المكثفات السيراميكية. تستخدم بالاي سي ايضا مثل هذا المكثف، هذا ما بي اي قطبية، يستخدم بالاي سي. المكثف عبارة عن وحدة تخزين للشحنات الكهربائية، بها عبارة عن لوحين معزولين، لوحين بيناتهم مادة عازلة. اللي بيه قطبية هذا بيه معناته محلول الكتروليت، هذا ما يصير يتركب بالدائرة إذا مو على القطبية مادة، وإلا تنفجر المكثفة. هذا المكثف بالنسبة للأي سي ما بيها أي قطبية. دائما المكثف ياخذ الشحنة مادة ويقطع، يعني من يمتلي بالشحنات الإلكترونية راح يقطع. إذا فصلت عن الدائرة الكهربائية، هسه هذا المكثف مثلا مفصول عن دائرة كهربائية، لكن شكو بي لاحظ إذا صعقنا بيناتها راح يصير صوت طقة، معناته شنو؟ هذا شحن، لاحظ. يعني إذا هذا هو يخزن الشحنة الكهربائية ويفرغها في وقت معين. هذه ما تمرر الكهرباء بصورة مباشرة، يعني مو معناته الكهرباء الطبية وتطلع، لا، ما طول، اكو بيناتها عازل. ايش وقت ما ينهار العازل ذاك الوقت راح تنفجر المكثفة او تنفخ، يصير بها ارتفاع عالي. فالمكثف من يصل الى الاستيعاب مالته يتوقف بعد ما يمرر اي تيار او شحنة كهربائية بداخله. فراح نسويكم عدة تجارب شلون نقدر نسوينا متسعة، شلون نقدر نخلي مادتين موصلة، شرط تكون موصلة بيناتهم عازل. مسافة العازل يعني بين شريحة وشريحة كل ما ابتعدت كل ما قلت سعة المكثف، كل ما اقتربت راح تكون الشحنة مالتها أقوى. ويعتمد على مساحة اللوح، كل ما يكون مساحة اللوح كبير راح تكون الشحنة مالته كبيرة. التجارب هسه راح تشوفوها، سوينا تجارب على شلون نفحص المكثف وشلون نعرف المكثف المغشوش من المكثف، لان اكو مكثفات مغشوشه، يعني الرقم اللي عليها واحد وداخله واحد. وراح نعلمكم شلون تسوي متسعه بسيطه، وراح تفتهم من طريقه صنع هاي المتسعه شلون راح تتكون متسعه وشلون تخزن شحنات كهربائيه. فتابعوا الفيديوهات القادمه وشكرا لكم. هنا عندنا الجهاز نخليه على وضع المتسعة، يعني فحص المتسعة. هنا راح نجيب لوحين، هنا مادة السيلوفين اللماع اللي استخدموها بالورق الألمنيوم يسمونه، وخلينا الأوفاميتر عليه. نلاحظ من نقرب ايدينا راح تزيد الشحنة مالته، يعني ياخذ شحنة كهربائية. لاحظ القياس شلون يختلف عندك، هاي بانه داخل شحنات كهربائية. هناك شغلة اخرى راح نسويها، اراقب القياس وراح نبرم المتسعة اللي سويناها. طبعا بيانات هاي مادة عازلة، لاحظ كل ما نبرمها تزيد القيمة مالت المتسعة. طبعا هنا القياس ماله بالنانو فراد لان كلش قليلة، سويناها بس التجربة. لاحظت شلون زادت، وصلت لل 557. من نفتحها شلون تصغر، ولهذا يعني تلقى المتسعة دائما تنبرم حتى تزيد الشحنة مالتها. هنا هسه لاحظ القراءة وراح نقص من عندها شلون تصغر القيمة مالتها. لاحظ قلت القيمة مالتها، قصينا من عندها جزء. لاحظ بعد راح نقطع من عندها وراح تصير بعد أقل. لاحظ كلش قلت هسه قيمة المتسعة. هاي يثبت لنا بأنه
الحجم يتأثر. هسه راح نشوف القياس المتسعة. لاحظ شلون راح نقيسها. هذه قيمتها 22 مايكروفاراد. راح نشوف هذا النوع مغشوش. لاحظ قلت راح تقرأ عندنا المتسعة هنا 16 وشوية قرأت عندنا. هاي معناته المكثف هذا مغشوش. راح نجيب آخر نفس القيمة ونشوف القراءة مالته هم 22 مايكروفاراد وراح نشوف قراءته شقد. لاحظ هنا قرأنا تقريبا 23 24 تقريبا. فإذا هاي مضبوطة القيمة مالتها. فأكو وسائل غش دائما هاي المضبوطة. هنا راح نفتح لكم واحدة المكثفات. شوفها أكو هذا الورق العازل بيناتها وهاي الصفائح الموجودة معزولة واحدة عن الأخرى. لاحظ هذا الورق العزل اللون شبيه بالقهوائي. لاحظ شلون بارميها. هي طويلة كلش تقريبا 50 سنتيم. فتحناها. لاحظ الورق العازل اللي بيناته. هذا الورق عازل بيناته وبي مادة كيميائية إلكترونيت حتى تصير بها قطبية. فلاحظ ماكو واحدة طابقة على الأخرى يعني. فهذا الفيديو توضيحي للمكثف. وبعدين راح نجي على فيديوهات أخرى أيضا عن المكثفات بهاي المادة. شكرا لكم وتحياتي لكم.